أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، وهذه عناوينها: إشادة أمريكية بدور موريتانيا بتنشيط مجموعة الساحل، روسيا تبحث زيادة أنشطة الصيد في موريتانيا، ومنتخب الكرة الشاطئية يحقق فوزا ثمينا على المنتخب اللبناني. قال نائب مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة إن بلاده ترحب بجهود موريتانيا وتشاد بتنشيط مجموعة دول الساحل الخمس، بما في ذلك القمة الاستثنائية لرؤساء الدول في 20 فبراير، مضيفا في مداخلة أمام مجلس الأمن أن بلاده تشيد على وجه الخصوص بجهود موريتانيا بصفتها رئيس مجموعة دول الساحل الخمس بتنشيط المنظمة الإقليمية. نقل موقع سيفود نيوز المتخصص في مجال الصيد أن روسيا تخطط لزيادة أنشطة الصيد في المياه الموريتانية خلال السنوات القادمة، وأظهرت بيانات الخارجية الروسية أنها تقدر حجم مخزون الأسماك التجارية في المياه الموريتانية بنحو 4 إلى 5 ملايين طن سنويا. عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في موريتانيا للسنوات الخمس القادمة، وتشمل الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها مجالات الأمن الغذائي والعمل الإنساني عبر التعاون مع جمعيات المجتمع المدني ووجهات حكومية. بدأ مدير الشركة التشادية للتعدين والرقابة زيارة عمل لنواكشوط رفقة وفد من الشركة، بهدف استفادة الشركة التشادية من التجربة الموريتانية في ميدان التعدين الأهلي والشبه الصناعي، وذلك عبر جلسات مفصلة مع طواقم من شركة معادن موريتانيا. حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزاً ثميناً على نظيره اللبناني في مباراة أقيمت ضمن بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة جدة في السعودية، وأحرز المرابطون 5 أهداف مقابل 2 ليحقق بذلك أول انتصار له في دوري المجموعات من البطولة. أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن اللجنة راجعت ملاحظات الأحزاب السياسية على عملية الاقتراع وستأخذها بعين الاعتبار، مشدداً على أنه لم يتم رصد أي اختلال يمكن أن يشكك في مصداقية الانتخابات ونتائجها. نهاية النشرة وإلى اللقاء.